السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها لمناقشه تطورات الاحداث الخاصه بالمجلس الانتقالي الجنوبي. إذن مشاهدينا، اختار ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي محافظ حضرموت السابق أحمد بن بريك رئيسا لهيئة برلمانية تمثل المحافظات الجنوبية. اعتبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي استعادة الجنوب لدولته مكسبا للأمن القومي العربي وحاجزا أمام التدخل الإيراني. جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال انعقاد الجمعية الوطنية الجنوبية، والتي من المتوقع لها أن تكون إطارا مرجعيا للحراك الجنوبي الذي يتبنى فكرة الانفصال. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش أبعاد إشهار الجمعية العمومية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ما هي الدلالة لعودة نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي إلى السطح من جديد، وكيف يمكن أن تتعامل الشرعية مع هذه التطورات؟ نشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. يبدو بأن قصة ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي ذي النزعة الانفصالية لم تنتهي بعد، فبعد أن خفت نشاطه طوال الفترة الماضية عاد من جديد للبروز على السطح، هذه المرة بتشكيل ما يسمى بالجمعية الوطنية العمومية برئاسة محافظ حضرموت المقال أحمد بن بريك. التطور الجديد لا يحمل أي دلالة من حيث التوقيت كما هو واضح، عدا أن هناك أطرافا تسعى لترسيخ وبلورة الشعور الانفصالي بالتزامن مع سير المعركة الميدانية والسياسية التي تقودها الشرعية ضد الميليشيا الانقلابية. الواضح أيضا أن الخطوة الجديدة تضفي مزيدا من التعقيد على الحاضر وتسعى إلى تلغيم المستقبل، فبينما تحاول الشرعية القضاء على الانقلاب والاتجاه نحو تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي سبق وأن اتفق عليها اليمنيون، ومن أهمها ما هو متعلق بشكل الدولة اليمنية المأمولة كدولة فيدرالية من 6 أقاليم، إلا أن مثل هذه الخطوات لا تساعد على هذا الاتجاه بقدر سعيها إلى خلق واقع مستقبلي جديد وشائك. المتابع للشأن اليمني وتطوراته المتناقضة يدرك جيدا أن الأوضاع لا تسري وفق الأهداف المعلنة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، فهناك من يرى أن تدخلات تجري بالضد من تلك الأهداف وتهدف إلى عرقلة عمل الشرعية بدلا من مساندتها، والقصد هنا ما يتعلق بدعم كيانات موازية للسلطة الشرعية كما هو حاصل في عدن والجنوب عموما. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من لندن رئيس مركز شمسان للدراسات والأبحاث وأيضا رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي. مرحبا بك سيد عيدروس. بداية، يعني ما هي أبعاد التحرك السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، يعني الآن خصوصا بعد مرور فترة طويلة من يعني الجمود في النشاط؟ أنا تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأكارم، وأحيي وأبارك لشعبنا الجنوبي على هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق خلال الفترة الماضية. طبعا أنا لا أدري ماذا تقصد بالجمود. الجمود مفهوم فضفاض لا يعني شيء. بالنسبة للساحل الجنوبية منذ إعلان المجلس الانتقالي الخطوات تسير بوتيرة مستقيمة ومتواصلة في عملية البناء المؤسسي للحياة السياسية داخل الساحل الجنوبية. المجلس الانتقالي بدأ خطواته المتواترة في البناء المؤسسي، وأعلن فروع المجلس في المحافظات والمنسقيات المجلس في الخارج و فروع الجمعية الوطنية في المحافظات، وتم الإعلان عن الجمعية الوطنية منذ 30 من نوفمبر والعملية متواصلة، واليوم الجمعية الوطنية تعقد اجتماعها الأول وبالتأكيد ستستمر العملية. الذين يتمنون الركود أو يتمنون التوقف هذا يخصهم، أما المجلس الانتقالي فهو يواصل عمله بوتيرة. لكن سيد عيدروس، يعني قيام الجمعية الوطنية الجنوبية التي يراد لها أن تكون بمثابة برلمان جنوبي، ما هي يعني دلالات قيام هذه الجمعية ومشروعيتها؟
الجمعية الوطنية هي جزء من البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي، وهي إطار تشريعي لنشاط وعمل وبناء المجلس الانتقالي ومراقبة سير العمليات السياسية المتصلة بواجبات والتزامات المجلس على الساحة الجنوبية، وأيضا فيما يتصل بعلاقات المجلس بالأطراف السياسية الأخرى. الجمعية الوطنية ستقف أمام مجموعة من القضايا الرئيسية، وهي الآن متصلة على الأقل في المرحلة الراهنة بالقضايا المرتبطة بنشاط المجلس الانتقالي، وستتوقف أمام النظام الداخلي للمجلس الانتقالي واللائحة الداخلية للجمعية نفسها، ثم الرؤية السياسية للبرنامج السياسي للمجلس الانتقالي إزاء المعضلات والقضايا والتحديات التي تنتصب أمام الجنوب في المرحلة الراهنة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عيدروس النقيب، سأشرك معنا في النقاش أو قد رحبنا به سابقا السيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. سيد مختار مساء الخير. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار، يعني أنتم في الشرعية اليمنية كيف تنظرون لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة؟ بالنسبة لما يسمى بالمجلس الانتقالي، منذ أن تم الإعلان عنه هو يظل مجلس انقلابي خارج عن الشرعية وخارج عن إطارات الشرعية، وهو يعني يناقض عمل الشرعية ويناقض أيضا ما تقوم به دول التحالف العربي في اليمن التي جاءت من أجل دعم الشرعية ومن أجل إعادة الشرعية. بالتالي كل الإجراءات التي يقومون بها وكل ما يتم الإعلان عنه هو مناهض للشرعية، مناهض لتواجد الشرعية. والمجلس الانتقالي الجنوبي هو لا يختلف عن المجلس السياسي للحوثيين، كلها مجالس انتقالية خارج إطار الدولة ليست معترف بها، حتى الداعمين لهذا المجلس لم يعترفوا به، إنما يقوم بمساندته وباستخدامه للنيل من الشرعية وللحصول على للحصول على بعض ما يريدون أو بعض الأشياء التي لم يستطيعوا الحصول عليها بطريقة مباشرة من الحكومة. يتم ابتزاز الحكومة بهذا المجلس. هذا المجلس لا وجود له في المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي، لم يتم الاعتراف به، بالتالي هو يظل مثل المجلس الانتقالي في صنعاء، يمثل نفسه، يمثل أفراده، لا أحد يعترف به ولا يمتلك المشروعية للعمل والتحرك. نعم، لكن أيضا يعني ربما فترة طويلة على تأسيس هذا المجلس، وهناك خطوات متصاعدة يقوم بها هذا المجلس، مع أن هذه الخطوات يعني تتناقض مع أهداف التحالف العربي وأيضا تعرقل ويعني تسبب المشاكل الكثيرة للشرعية. لا يوجد موقف واضح من التحالف العربي حيال هذا المجلس، كيف تجري الأمور؟ كما قلت لك، بالنسبة للمجلس الانتقالي بالفعل هو يمتلك ميليشيات مسلحة تابعة له ومدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن على الصعيد الإقليمي لم يتم الاعتراف به بشكل مباشر، لا يوجد لديه حتى مشروعية للعمل والتحرك في إطار المجتمع الدولي وفي إطار، نحن لا ننتقص من القضية الجنوبية، القضية الجنوبية قضية معترف بها وقضية تم معالجتها في إطار الحوار الوطني، وكان هناك تمثيل عادل للجنوب في مجلس الحوار الوطني. نعم. ولكن أن يتم الآن ابتزاز الشرعية وأن يتم ابتزاز حتى التحالف العربي، التحالف العربي جاء تحت قيادة الشرعية، وأي أي شيء ينال من الشرعية وينال من قيادة الشرعية هو بكل تأكيد أنه ينال من شرعية التحالف العربي الذي جاء تحت قيادة الشرعية. بالتالي أي تحركات أو أي دعم لهذا المجلس الانتقالي هو ينال أولا من شرعية التحالف العربي وتدخله العسكري في اليمن، ومن ثم أيضا يصب في مصلحة الانقلابيين. أي تحركات تنال من الشرعية هي تصب في مصلحة الانقلابيين، ونحن نقول للإخوة في قيادة ما يسمى المجلس الانتقالي أنكم بهذه الأعمال التي تقومون بها تنالون من الشرعية، أنكم بهذا تقدمون خدمة مجانية للحوثيين في الشمال. نعم، إذن ابقى معي سيد مختار، سأشرك معنا أيضا في النقاش من عدن الكاتب والمحلل السياسي حافظ السجيفي. سيد حافظ مساء الخير. مساء النور.
مرحبا بك سيد حافظ، بداية كيف تقرأ هذا التطور في المشهد الجنوبي والإعلان عن تشكيل الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي؟ والله يا أستاذ عزيز، يبدو أن المجلس الانتقالي يتجه بخطوات ثابتة، تبدو إلى حد الآن ثابتة ولكنها في الاتجاه الصحيح كما يبدو. المسألة أن المجلس الانتقالي لم يبدو حتى الآن لم نتمكن نتبين من معرفة ما الذي هل هو مكون سياسي أم ممثل عن قضية الجنوب، لا يحمل رؤية وليس لديه مشروع وليس لديه أي هل هو تنظيم سياسي. نعم تفضل. نعم، لكن يعني سيد حافظ عيدروس الزبيدي اعتبر قيام الانفصال وأيضا قيام دولة الجنوب مكسبا للأمن القومي العربي. البعض يتساءل كيف يكون تشظي اليمن مكسبا للأمن العربي؟ عاد السؤال لو سمحت، أنا لا أسمع. كنت قد سألتك أنه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اعتبر قيام الانفصال وقيام دولة الجنوب مكسبا للأمن القومي العربي. هنا البعض يتساءل كيف يكون تشظي اليمن مكسبا للأمن العربي؟ كيف يكون تشظي اليمن مكسبا للأمن العربي؟ طبعا الحديث عن الانفصال هذا حديث بعيد وسابق الأوان. المجلس الانتقالي يريد الحفاظ على الواقع ويتعاطى مع الواقع برومانسية كثيرة. طبعا تمزق اليمن لا يخدم الوطن العربي ولا المحيط الإقليمي ولا يخدم أي مصالح في المنطقة. تشبه اليمن سوف يقود إلى عواقب وخيمة وسيتسبب في تكوين حركات إرهابية كثيرة. نعم. في مناطق عدة. وضحت الصورة، أشكرك جزيلا المحلل السياسي والكاتب حافظ الشجيفي. أذهب إلى عيدروس النقيب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي. يعني سيد عيدروس، هل يمكن اعتبار قيام الجمعية الجنوبية أولى الخطوات التشريعية للانفصال أم أنها مجرد يعني تحركات سياسية كسابقاتها؟ أول اسمح لي أعلق ولو بسطرين على حديثكم عن تشظي اليمن. يا سيدي الكريم، متى كانت اليمن موحدة حتى تتكلمون عن تشظي اليمن؟ اليمن مزقت في 1994 عندما تحول الجنوب من شريك في الدولة اليمنية ومشروع الدولة الموحدة إلى غنيمة حرب بيد المتقاسمين الذين تفككوا إلى شرعية وانقلابيين وما إلى ذلك من هذه الأحداث. إذا كنتم لا ترون هذا تمزقا وتفككا فهذا يعني أنكم تنظرون إلى الأمور بعين. يا سيدي، سواء التمزق الماضي أو التمزق الذي يريده المجلس الانتقالي اليوم، هو بشكله العام تمزق لا يقود إلا إلى مزيد من الفوضى والخراب. يعني أنتم ترون أنه إذا عاد الجنوب إلى أيدي الحوثيين أنه مكسبا لل ليس كذلك. هناك مخرجات حوار وطني، هناك كل ما يضمن لأبناء الجنوب ويعني لكافة المطالب سواء في الجنوب أو في الشمال. يعني يا زوايا الحدث، أولا مخرجات الحوار الوطني رفضها الإصلاح ورفضها علي عبد الله صالح ورفضها الحوثيين ورفضها الجنوبيين. لم يبقى إلا مجموعة من المحيطين بالرئيس عبد الرب منصور هادي الذين يجاملون مجاملة وهم في غرارة أنفسهم رافضين للمخرجات الحوار الوطني. أي مخرجات تكلمني عنها والشعب رافض لها في الشمال والجنوب؟ ليس صحيح، ولكن ليس صحيح سيد عيدروس. التوافق ما زال قائم من جميع الأطراف عدا الحوثيين بين قوسين وحليفهم المخلوع
الشهيد المخلوع. المخلوع صالح بصراحة يعني، لكن يعني هذا التحالف هو الوحيد الذي رفض مخرجات الحوار الوطني، وبينما يعني تبين اليوم هناك طرف ثالث أيضا يرفض. ما زلت أحتفظ بالبيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح الذي يرفض فكرة ست الأقاليم. لو إن مخرجات الحوار الوطني لها أرضية للنجاح، لما رفضها الجميع وانقلب عليها ووصل اليمن إلى ما وصل إليه؟ ثانيا، أنتم تتكلمون عن الانقلاب أو عن الانفصال. الوحدة اليمنية فشلت في 94، والحل الطبيعي أن تعود الدولتين إلى ما كانت عليه في 1990 في 21 مايو. وهذه ليست جريمة وليست مثلبة وليس معيب أن نراجع أخطائنا ونقول نحن أخطأنا عندما أقمنا دولة يمنية موحدة بين نظامين غير متجانسين وشعبين يفصل بينهما كثير من القضايا والأمور، وهي ليست شتيمة لأي منهما. نحن شعبان مختلفان. هي ليست جريمة، لا أحد يعتبرها جريمة، ولكن أيضا لها وسائلها القانونية في مسألة تحديد مصير. هناك الشعوب هي من تحدد مصيرها وليس الأفراد بالتشكيلات التي يقومون بها. هذا هو بالضبط ما يجرى في الجنوب، أن الشعب يريد أن يستعيد وضعه القانوني لما قبل 21 مايو 1990. ولكن يعني أتساءل هنا سيد عيدروس، أتساءل هنا لماذا هذا التوقيت بالذات؟ يعني اليوم الجميع يجمع على توحيد الجبهة ضد إيران داخل اليمن، بينما تجد كلما أجمع الجميع تجاه المشروع الإيراني داخل البلد من الخلف أصوات تعمل على زعزعة الصف. الجنوب قام بواجبه تجاه المشروع الإيراني، وأنتم تعلمون لا أحد ينكر ذلك، ولكن هناك يعني كيانات وجهات تعمل في لحظات حساسة. يعني اليوم هناك عمل يعني بوتيرة عالية ضد المشروع الإيراني داخل اليمن، لكن تجد من في الخلف هم من يشقون الصف. يا سيدي الذين يعملون ضد المشروع الإيراني نحن سنقف معهم، شدوا حيلكم وزروا أنفسكم ودحروا المشروع الإيراني ونحن معكم، لكن هذا ليس على حساب القضية الجنوبية. القضية الجنوبية تولدت في يعني قبل أن يظهر المشروع الإيراني، وعندما كان كلكم كنتم تقولون أن علي عبد الله صالح خط أحمر عندما كان الجنوبيون يطالبون بحقوقهم. لا تزايدوا علينا بأنهم ضد المشروع الإيراني. نحن لا أحد يزايد على أحد، يعني الجميع في جبهة واحدة والجميع في صف واحد. سيد عيدروس، نحن معكم ضد المشروع الإيراني، لكننا مع حقنا ولن نتخلى عن نعم ولكم الحق الكامل في تحديد حقكم ومصيركم، ولكن هناك لحظات يعني مناسبة لكي يتكلم صاحب الحق في المطالبة بحقه، ولكن التوقيت الحالي ليس بالعفوي. التوقيت الحالي بدأ في 2007 عندما كنتم تقولون أن علي عبد الله صالح خط أحمر، وأن التعدي عليه هو مساس بالشرعية اليمنية. لا أحد قال ذلك، يعني يمكن حاشية علي عبد الله صالح من قال ذلك، وأنتم تحسبون هذه الأقوال على الشعب اليمني بأكمل. ابقى معي سيد عيدروس، أذهب إلى سيد مختار الرحبي. سيد مختار، لعلك سمعت لي حديث السيد عيدروس النقيب، كيف ترد؟ أولا بالنسبة لحديثهم، أولا أنهم يواجهون المشروع الإيراني في اليمن، وهذا طبعا لا ينكر أحد. كانت هناك المشروع الإيراني في اليمن هو حينما احتل صنعاء واحتل تعز واحتل أيضا الجنوب، وكنا جميعا في يد واحدة وجميعا تخنتق في خندق واحد. لكن اليوم حينما يقولوا أنهم اليوم مع التحالف العربي ويواجهون المشروع الإيراني، وهم اليوم يقومون بالتحالف مع المشروع الإيراني في اليمن سواء عرفوا أو لم يعرفوا ذلك، أن يقوموا الآن بالإعلان عن مجالس انتقالية وأن يقوموا الآن بالإعلان عن مجالس وطنية، هي عملها الأصل يقوم بمقام عمل الدولة والحكومة. هم يقوضون الحكومة ويقوضون الشرعية. سيدي العزيز، الآن ما يقوم به عيدروس الزبيدي وميليشيات هاني بن بوريك اليوم، هم يقومون بمحاولة إفشال الشرعية ليقولون نحن البديل عن الشرعية، ونحن نقول أنكم ستظلون متمردين، ولا فرق عندنا بينكم وبين محمد الحوذين، لا فرق بين عيدروس الزبيدي وبين طالح الصماد، ولا فرق بين هاني بن بوريك وبين محمد الحوذي، طالما أنهم يمتلكون ميليشيات ويرفضوا التحقيقات التي تصدر من الحكومات، بالتالي ما الفرق بين هاني بن بوريك وبين الإنقلابين في صنعاء؟
ما الفرق بين ميليشيات الجنوبية والفرق بين ميليشيتان بن بريك؟ هما سيد مختار، يعني حسب حديث الأخ والسيد عيدروس النقيب، يعني يقول أنه لماذا يعني كل هذا الغضب حينما يطالب الجنوبيون بالاستقلال واستعادة دولتهم؟ يعني أنا هنا أسألك يعني عن دلالة التوقيت، يعني هناك مطالب للشعب الجنوبي لا يمكن تجاوزها، ولكن دلالة التوقيت الحالي في التي تقوم بها هذه الكيانات بنشاطات وإعلان عن مجالس وغيرها من التكوينات. أخي العزيز، الآن من يقول عن المطالب الجنوبية وأنهم مظلومون، نحن نقول فعلا هناك قضية جنوبية، لكن اليوم من يدير الدولة الشرعية اليوم هم جنوبيين، الرئيس جنوبي، رئيس الحكومة جنوبي، معظم الوزراء جنوبيين، حتى المحافظين. الآن لا يوجد حتى شمالي واحد من القيادة موجود في مدينة عدن، كل القيادة في مدينة عدن اليوم هم من الجنوبيين، من يقود محافظة حضرموت حضرمين، من يقود محافظة الضالع هو ضالع. بالتالي الآن هم الآن يريدون الترويج لموضوع استعادة الدولة. نحن نقول إذا كان عندكم قضية، لكن التوقيت الآن هو توقيت خاطئ، التوقيت الآن الانقلابيين ما تقومون به الآن من تقويض للشرعية هو تقويض للمشروع الوطني وتقويض لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن. اليوم نقول لهم أنه إذا كانت لديكم فعلا نية حقيقية لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن، عليكم أن تقفوا وراء الشرعية، لا مجال إلا نقف بالشرعية. الشرعية حينما قلنا أيضا أن على أحمد علي عبد الله صالح أو ما تبقى من قيادة المؤتمر الشعبي العام، إذا كانوا فعلا يريدون الانتقام لدم علي عبد الله صالح، لا يوجد هناك طريقة إلا طريقة واحدة، وهي أن ينضموا جميعا لمواجهة الميليشيات الحوثية بالانضمام إلى الشرعية. لا يوجد هناك طريق آخر إلا إما أن تنضموا معنا لمواجهة المشروع الإيراني ومشروع الحوثيين، أو فإنكم الآن ستقفون مع المشروع الحوثي والإيراني سواء عرفتوا ذلك أو لم تعرفوا ذلك. نعم، ابقى معي سيد مختار. سيد عيدروس، سمعت للأخ مختار الرحبي، يعني يقول أن معظم القيادات اليوم في الجنوب، رئيس الجمهورية، رئيس يعني محافظي المحافظات حضرموت والضالع وعدن وغيرها من المحافظات، جميعهم جنوبيين، يعني لماذا تنقلبون عليهم؟ وأيضا يقول أن القضية الجنوبية لا أحد يزايد عليها، هناك مطالب ستحقق عبر أبناء الجنوب الذين هم في أعلى هرم السلطة. أضحكتني كثيرا، يعني خلاص واضح أنه وجهة نظر الشرعية أنه الخلاف حول التوقيت، لكنهم يعترفون أن من حق الجنوب أن يستعيد دولته. لا أحد ينكر هذا الحق، ولكن يعني هناك هناك يعني أطر مشروعية سيد عيدروس، يعني هناك لا توجد مشروعية. يا سيد الكريم، أنا طبعا لما أتعرف على اسمك الكريم شادي، يعني شادي تفضل رشاد. يا سيدي، الذين احتلوا الجنوب في 94 وما زالوا مصرين ان 7/7 كانت يوم الخلود في التاريخ ومقدس يجب عدم المساس به، نحن لا نقر لهم بمشروعيه، نحن مع شرعيه الرئيس هادي في مواجهه المشروع الايراني، نعم وقد انجزنا ما علينا. الموضوع اذا كان فقط الاختلاف هو حول التوقيت، نحن نقول هذه وجهه نظر نحترمها. شرعيته فيما شرعيته سيد عيدروس وما يتم اليوم هو مواجهه المشروع الفرد. نعم، انتم تتحدثون عن شرعيته فيما يعني في مواجهه المشروع الايراني، نحن معه ونحن انجزنا. والشرعيه تعود على ماذا؟ الا تعود على يعني شرعيته كرئيس للبلد من شمالها والى جنوبها؟ حرر الشمال وهو سياتي الى صنعاء ويكون حاكما للشمال كله. أما من علينا أنه بندغر رئيس الوزراء الجنوبي شيلهم يا أخي، ورجع علي محسن رئيس ونائب رئيس ورئيس هذا، يعني أنتم تمنون علينا أنكم فوضتم جماعة وسيطرتم على الدولة وسيطرتم على الجنوب والشمال وتريدون أن تمنوا علينا يا أخي؟ لا أحد يمن، ولكن هؤلاء الأشخاص رئيس الجمهورية و يعني رئيس الوزراء ومحافظي المحافظات جميعهم يتعهدون بأن القضية الجنوبية ستحل حلا عادل، أين المشكلة؟ القضية الجنوبية بدأت في 2007 عندما اندلعت الحراك السلمي الذي يطالب بحقوق عسكريين، وكانوا يقولوا لنا أول نزيح علي عبد الله صالح وبعدين وبنحل لكم قضيتكم، وجرى الاحتيال عليها في الحوار الوطني وقسموا الجنوب بدل ما يوحدوا الجنوب وتحل المشكلة. يا سيدي الكريم، يعني شعب الجنوب حسم أمره
وأقر أن يستعيد دولته في الوقت الذي سيختار هو، ليس في الوقت الذي سيختاره له الآخرون حلفاء 7-7. الموضوع محسوم بالنسبة للجنوب، نحن نبني مؤسساتنا ونستمر وسندعمكم في مواجهة الحوثيين إلى أن نصل إلى النهاية. أما الخداع والاحتيالات والإصرار على أنه 7-7 هو يوم مقدس، هذا أثبت فشله. هذه يعني التمترز على فكرة فاشلة رفضها الشعب اليمني في الشمال والجنوب، وبالتالي علينا أن نقر بأن التاريخ لا يقبل المراوغات والخداع والغش والتدليس. القضية الجنوبية أخذت مسارها، والجنوبيون يبنون مؤسساتهم ولن يكونوا سببا في الاعتداء على أحد، واستعادة الدولة الجنوبية ليس استنقاصا من حق أحد. نحن معكم في مواجهة المشروع الحوثي إلى نهايته، لكننا لا نتخلى عن قضيتنا. هذا هو المبدأ، والذين يعتبرون أنفسهم متميزون وفوق البشر لأنهم يتمسكون بنتائج 7-7 هذا يخصهم. نحن نعتبر 7-7 هي نهاية ما سمي بالوحدة اليمنية. اليوم الجنوبيون يذهبون باتجاه بناء دولتهم، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم، إذن وضحت فكرتك سيد عيد هروس النقيب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي من العاصمة الأردنية عمان مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. سيد مختار، يعني هناك أو هل يمكن القول في هذا السؤال الأخير أن هذه التحركات مدعومة من طرف ما، أم أنها تسعى فقط يعني لنوع من الابتزاز السياسي؟ حتى وإن كانت مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هذا طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم إعلانه بشكل واضح وبشكل مباشر من الإمارات. الإمارات حتى هذه اللحظة في كل بياناتها الرسمية تعلن على دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن. بالتالي ما يقوم به الآن عيد روس الزبيدي أو هاني بن بريك هو محاولة ابتزاز الشرعية. هم فشلوا حينما كانوا قيادات محلية، حينما كان عيد روس الزبيدي محافظ المحافظة بعدين فشل حتى في توفير الكهرباء. لكن أليس ربما يعني ينتظرون تحديد موقف فقط عندما ينجز شيء على الواقع من قبل هذا المجلس وتحركاته، يعني هذا الطرف الذي يدعمهم؟ أنا أقول لك اليوم لو تم تعيين الزبيدي في أي مكان فإنه سيقبل وسيعمل وسيحلف تحت علم الجمهورية اليمنية كما حلف من قبل هو وهاني بن بريك. مجموعة من الفاشلين الذين فشلوا في مناصبهم سابقا وسيفشلوا في أي مناصب قادمة. هم عبارة عن للأسف الشديد أنهم دولة الإمارات تحركهم بالريموت كنترول وقت ما تشاء وتعيدهم بطائرة بعد انتهاء الفعاليات وبعد انتهاء المهرجانات، وكأنهم يعني عبارة عن موظفين فقط يقومون بتنفيذ توجيهات وأوامر فقط. لو أمرت الإمارات اليوم بإعلان إنهاء عمل المجلس الانتقالي لأعلنوا اليوم إنهاء هذا المجلس وأنه في صالح القضية الجنوبية وأنه هذا الإجراء يأتي من أجل الجنوب ومن أجل قضية. لكن لماذا هذا السعي من قبل دولة الإمارات سيد مختار؟ الإمارات لديها مطامع ولديها أجندة لم تستطع تنفيذها عبر الشرعية، ورئيس الجمهورية رفض كثير من طلباتهم وكثير من مطالبهم، بالتالي اتجهوا إلى تشكيل ميليشيات مسلحة بما يسمى بالحزام الأمني والنخب الموجودة في حضرموت وشبوة للضغط على الحكومة لتنفيذ أجندتها في اليمن، سواء من خلال الموانئ أو المطارات أو الجزر التي تحكم سيطرتها سواء في ميون أو جزيرة سقطرى. نعم، أشكرك جزيلا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. في الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا رئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس مركز شمسان للدراسات والأبحاث عيد روس النقيب، والشكر الكثير له، والشكر أيضا للكاتب والمحلل السياسي كان معنا من عدن حافظ الشجيفي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه.